شهدت البعثة الجزائرية الأولى المتنقلة إلى تركيا للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي تمثل أيضا وفد المنتخب الوطني لألعاب القوى الذي رافقه رئيس الاتحادية ياسين لويل والذي عرف عديد الغيابات للإصابات في حين سجل صاحب المرتبة الخامسة في البطولة العالمية لألعاب القوى اختصاص 800 متر سليمان مولى مشاركته رفقة الوفد. التغطية لوليد معمري. ان شاء الله اروح لجيو اسلامي كذا وبنديروا ريزلتا باش نشرفوا الجزائر ما منخلفوا ان شاء الله واش ضيعنا في البطوله العالميه ان شاء الله نديروا دي بون ريزلتا ان شاء الله ان شاء الله هذه كيما يقول لك لا بريباراسيون بور عندي فينال تاع ديام موليك ان شاء الله العام هذا ان شاء الله نبريباريو لها بيان ان شاء الله ميم العام الجاي كاين شامبيون دي موند دونك هذو كيما نقول لك ندو منهم ليكسبيريونس ان شاء الله. المنافسه كانت بعيده شويه، احنا الان في نهايه السنه، لكن جل الرياضيين شاركوا في المنافسات وتحصلوا على نتائج جيده. ان شاء الله في الالعاب هذه يحقوا نتائج ونجيبوا ميداليات ان شاء الله. ان شاء الله نتحصلوا على اكثر من ميداليه، ماشي ميداليه واحده، ان شاء الله يكونوا اربعه ولا اكثر.